كشف الدكتور وليد بن خليفة المانع وكيل وزارة الصحة عن إدخال الوزارة لتجارب نوعية تعمل على استخدام الروبوتات الطبية الجديدة بأجنحة العزل بمراكز العزل والعلاج، موضحا بأن هذه الخطوة تعد التجربة الأولى على مستوى مملكة البحرين، وقد تم اتخاذها للاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي وتحديد مدى الاستفادة منها في تقديم الرعاية الطبية والصحية في أجنحة العزل بمراكز العزل والعلاج. أشار وكيل وزارة الصحة إلى متابعة الوزارة بشكل دوري للمستجدات والتقنيات التي تطرح في مجال تشخيص وعلاج فيروس كورونا، حيث يشهد القطاع الصحي طفرة جديدة مع مدى استخدام الروبوتات الطبية. لذلك ارتأت وزارة الصحة الاستفادة من هذه التقنية المتطورة لمساعدة الأطباء الممرضين والممرضين في رعاية الحالات القائمة بالفيروس وتقييم مدى فعاليتها، ومن ثم دراسة الاحتياجات لهذه الروبوتات الذكية لدعم عمل وخدمات الطواقم الصحية بالعزل والعلاج مستقبلا. من جانبها قالت الأستاذة فاطمة عبد الواحد الأحمد الوكيل المساعد للموارد والخدمات أنه سعيا من وزارة الصحة لتوفير أعلى درجات الحماية والسلامة للكوادر الصحية، تمت الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة للحد من التعرض المباشر بين الحالات القائمة ومقدمي الرعاية الصحية من أطباء وممرضين، حفاظا على صحة وسلامة مقدمي الرعاية الصحية في الصفوف الأولى لمكافحة جائحة فيروس كورونا. وأكدت على سعي المعنيين بالوزارة لإيجاد حلول تقنية متقدمة، منها استخدام الروبوتات الذكي في تقديم بعض الخدمات التمريضية مثل فحص حرارة الجسم وتقديم الأدوية وتتبع المريض وتقديم الوجبات وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المريض. وقد قامت الوزارة بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية الموجودة بالمملكة لتوفير 2 من الروبوتات لتجربتهم وتقييم مدى فعاليتهم في تقديم الرعاية الصحية. الجدير بالذكر أن هذه الروبوتات مزودة بمجسات حساسة وكاميرات تقوم من خلالها بالتواصل مع البيئة المحيطة بها والتنقل من موقع إلى آخر والتحدث مع المرضى والموظفين.